تاني من يوم الأحد القادم الموافق 14/3/2021. الامتحانات الشهرية بتحل محل الترم التاني، بتوضع من المدرسة وليست من الإدارة. استمرار العمل بالتناوب واستمرار الراحات بين المعلمين من بداية الترم التاني. وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أكد أنه تقرر استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بحضور اختياري في جميع المدارس، بحيث بيختار الطالب بين الحضور للمدرسة وفقا لجداول الحضور التي كانت معدة في الفصل الدراسي الأول، وبين التعلم عن بعد دون الحضور للمدرسة. وقال وزير التربية والتعليم إنه لن يتم احتساب الغياب في المدارس، ويستشرط على ولي الأمر الطالب الذي يختار التعلم عن بعد بدون التواجد في المدرسة أن يوقع على إقرار بذلك، ليتم التأكد من أن غياب الطالب عن المدرسة بعلم ولي أمره. أما عن تفاصيل نظام الحضور في المدارس في الفصل الدراسي الثاني، فقد أكد وزير التربية والتعليم أنه سيكون بنفس نظام تقسيمة أيام الحضور التي كانت متبعة في الفصل الدراسي الأول، وأنه في حالة عدم رغبة ولي الأمر في حضور ابنه أو ابنته إلى المدرسة خلال الفصل الدراسي الثاني، يتوجب عليه التوجه للمدرسة وكتابة إقرار بذلك.